مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر، طبعا التي نواكب فيها اهم التطورات المرتبطه بفيروس كورونا في الجزائر. طبعا الارتفاع المحسوس في الارقام والوضعيه التي تعيشها مختلف المؤسسات الاستشفائيه في الجزائر استدعت جمله من القرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء برئاسه رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. طبعا أهم القرارات هو في قضية الحجر الصحي، حيث تم تعديل هذا الحجر بالنسبة للولايات التي تعرف نسبة إصابة مرتفعة. تحول الحجر من الحالة السابقة من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4 صباحا إلى الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا. طبعا هذا كقرار أول. طبعا في أهم ما جاء رئيس الجمهورية في التوجيهات التي وجهها تثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح لتحقيق مناعة جماعية. رهان التلقيح هو أحد الرهانات الأساسية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للخروج من هذه الموجة وللخروج من هذا الوضع الصعب الذي وصلنا إليه في الجزائر. مضاعفة عملية التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا. طبعا توعية المواطنين وتشجيع المواطنين وحث المواطنين، وأهم شيء ربما هو مواجهة سلسلة الأكاذيب والتقارير المزيفة والغير المؤسسة التي تروج هنا وهناك حتى تجعل إحجاما لدى المواطنين في إطار عملية التلقيح. طبعا بالنسبة لعملية التلقيح، الرئيس وجه برفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة وبنسبة 50% من سكان ولايات وهران وقسنطينة وسطيف وورقلة، واستكمال عمليات تلقيح أعوان الإدارات وطنيا ومحليا. طبعا ورفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى. العودة لنظام الحجر الصحي طبعا بدءا من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحا في الولايات الأكثر تضررا، وبخصوص قضية تسيير مخزون الأكسجين والذي عرف جدلا كبيرا ونقاشا كبيرا خلال الأيام الماضية، الرئيس وجه بتحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء التام وعدم الارتباك خلال عملية التوزيع والاستعمال خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56%، مع إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية، واقتناء وحدات إنتاج متنقلة الأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى، مع وصول الدفعة الأولى من مكثفات أكسجين الاستعمال الفردي اليوم والمقدرة ب 1050 وحدة على أن تصل 9000 وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين. طبعا كانت هذه أهم القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا خلال اجتماع مجلس الوزراء. بالتحليل والنقاش أسعد بأن يكون معنا عبر سكايب في هذا الجزء الأول من هذه الحلقة الدكتور محمد يوسفي رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية. دكتور يوسفي مساء الخير. مساء الخير، شكرا دوا الأفعلي. أهلا دكتور يوسفي. إذن القرار اليوم الحجر الصحي في الولايات الأكثر تضررا من جراء هذا الفيروس من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا. نعلم جيدا أن هذه الفترة تاع 8 والـ9 والـ10 والـ11 وحتى منتصف الليل في فصل الصيف تعرف حركية كبيرة، وللأسف هذه الحركية سبت عدوى. هل تعتقد أنه تقديم الحجر الصحي إلى الساعة 8 هذا سيساهم في التقليل من عدد الإصابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. أخليك أخي الصين، إحنا كنا نديو منذ أسابيع ومنذ شهور بالتكفل بهذا الارتفاع الرهيب بالنسبة للأعداد نتاع الإصابات والأعداد نتاع الضحايا. نأكدوا القضية حتى رنا سما ناخذوا بعين الاعتبار هذا القرار. القضية في التطبيق خالي، القضية في التطبيق كما قلت صحيح في موسم الصيف
مع العطل. الناس هذه الفترة هذه ابتداء من الساعة الثامنة فما فوق فيه كما نقولوا اللقاءات كثيرة، الناس تخرج، الناس يكون في هذاك كما يقولوا المشكل تاع الالتقاء مع العائلات ومع الأحباب. ولكن القضية في التطبيق كما نقول بالنسبة أولا في فترة الحجر الصحي لازم يكون تطبيق صارم من طرف السلطات العمومية، من طرف أجهزة الأمن، وما يكونش كما شفناه في حجر الصحي مقبل ويكون فيه تجمعات في الأحياء وتجمعات اللي تسمح كما نقول بصفة غير مباشرة. هذا من ناحية بالنسبة لي. ولكن اللي هو أكثر ما نساوش باللي من 8 ل 6 تاع الصباح راهي موجودة 10 ساعات، والباقي في النهار القضية عدة قرارات اتخذت لحد الآن. وين فما هو محل التطبيق؟ احنا طالبين التطبيق بالنسبة لمراقبة الإجراءات الوقائية تكون، خاطر ما كانش كما يقولوا التفسير في البيان تاع ربما هنا دكتور يوسف يراد من خلال هذا القرار ربما هو يعني انشاء نوع من التوازن بين انه من جهه نفرض حجرا صحيا حتى ما يصيرش هذاك الاختلاط وهذاك الاقتراب وهذيك التجمعات التي تساهم في ارتفاع عدد الاصابات بكورونا، وبالمقابل ايضا ما ناثروش على الاقتصاد، يعني ساعات العمل والنشاط تبقى مفتوحه. يا اخي علي، هذا احنا القضيه نتاع بالنسبه لاخذ القرار بالنسبه للحجر الصحي والتداعيات نتاعو، بالطبع هذه فيها عده نقاط، فيها بالنسبه للجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، والسلطات العليا للبلاد هي الاولى باخذ هذا القرار على اساس الامور الوبائيه الطبيه اللي كاخصائيين احنا نمدوها. ولكن احنا المطلوب القضيه مش في الان خذ قرار، لانه الامر الحق الى درجه خطوره كبيره بالنسبه للمنظومه الصحيه. ما ننساوش باللي القضيه كلها الاساس تاعها والهدف تاعها هو رفع ونقص الضغط على المنظومه الصحيه، والا قادره تنهار المنظومه الصحيه هذه، لانه طاقاتها ماهيش الى ما لا نهايه. اذا المشكل هنا راه في الحد من الاصابات، والحد من الاصابات اللي ما تلحقش المنظومه الصحيه، اللي ما تلحقش المؤسسات الصحيه، وهذه راح تنقص الضغط. اذا بالطبع الحجر الصحي في الليل يمنع التجمعات هذيك، رايح ينقص الضغط هذاك. ولكن في النهار لازمنا تطبيق صارم، وهذا ما ناش نشوفه لحد الان في المحلات، في وسائل النقل، في اماكن العمل، في الاسواق، منع كل التجمعات وكل الافراح. هذا لازم نشوفوه كما يقولوا في ارض الواقع. للاسف لحد الان ما شفناش، احنا ماذا بينا هذا الانطلاقه هذه اليوم من 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 ابتداء من هذا القرار تاع مجلس الوزراء يكون فيه حجر صحي في المساء والسهر على تطبيقه، وفي نفس الوقت يكون فيه مراقبه تطبيق الاجراءات الوقائيه في النهار من طرف السلطات العموميه. هذا هو الحل الوحيد اللي راح. طبعا كان في إشارة في البيان إلى الفضاءات التجارية والفضاءات الكبرى، وتم الإشارة إليها على أنها تعتبر من المصادر الأساسية لانتشار العدوى. في انتظار أن يصدر المرسوم التنفيذي والذي سيحدد بدقة أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها، ربما سنرى كيف سيتعامل يعني تتعامل السلطات مع هذه الفضاءات. أكيد لن يتم يعني المرور عليها مرور الكرام لأنها أساسية جدا. يا أخي علي، ما كانش غل الفضاءات التجارية. الفضاء التجاري بالطبع جانب من النشاطات التجارية، ولكن كما ذكرت فيه وسائل النقل العمومي، فيه الأسواق، فيه أماكن العمل، هذه كلها أماكن للعدوى، خاصة إذا
ما احترمناش الإجراءات الوقائية من قناع ومن تباعد. دكتور يوسفي، ربما أيضا حتى من الجانب النفسي جدا بالنسبة للمواطن، بعد أن انخفضت الأرقام خلال الشهور الماضية وبدأت إجراءات الحجر الصحي يتم تخفيفها وبدأنا نعود تدريجيا إلى حياتنا العادية، حتى نفسيا بالنسبة للمواطن ينسى على روحه ويدير في ذهنه أنه خلاص الكورونا انتصرنا عليها ولقد ندخل في المرحلة العادية ونرجع لحياتنا الطبيعية. حتى هذه الإجراءات اليوم لما يكون عنده تاريخ محدد للدخول إلى البيت وتاريخ محدد للخروج من البيت، قصدي توقيت محدد وتوقيت محدد، هذا راح يرجع أيضا ذلك الجانب النفسي لدى المواطن حتى يعرف أننا أمام معركة لم تنتهي بعد، وأن الكورونا للأسف قد عادت بقوة، ومتحور دلتا سيمكن أن يكون حوالي 90% حسب ما قال معهد باستور مساء اليوم. يا خالي، احنا قلناها وعدة مرات عندكم في البلاطو، قلنا عدة مرات منذ عام ونصف، قلنا باللي هذه الجائحة ما هي جائحة تاع شهر ولا شهرين، رايحة تكون فيها سنوات، ولازم نعيشوا مع المواطن ما عندوش الحق، ككل مواطنين ما عندناش الحق، المواطنين تاع العالم ما عندناش الحق وباش مباشرة مع تدني الأرقام وانخفاض الأرقام نقولوا باللي الأمر انتهى. خطر أنا حذرنا كأخصائيين وقلنا باللي الفيروس هذا ماهوش راح يروح، ومع السلالة المتحورة هذا الفيروس رايح نعيشوا معه، لازم نتأقلموا معه. هذا أولا. ثانيا أخي، لا ما لازمش ثاني المواطن، وهذه مبلغ ما نشاطركش فيها، واش المواطن تقول لي نفسيا أي ابتداء من الثامنة خلاص يتفكر باللي ولازم يدخل البيت، يتفكر باللي كاين فيه كوفيد 19، وفي النهار ينساه، وفي النهار راه عندنا 14 ساعة، في هذوك 14 ساعة لازم نفكروا الفيروس هذا 24 ساعة. واش تنصح دكتور يوسف، واش تنصح الآن؟ يعني هل تريد أن مثلا الكمامة تكون إجبارية، ممنوع منعا باتا الدخول لأي فضاء مغلق إلا بارتدائها؟ يا أخي، هذا الشيء المنطقي والطبي الطبي والعلمي والمعمول به في كل بلدان العالم مباشرة، مع المفروض قبل ما نلحقوا لهذا الوضع الوبائي، ولكن فما بالك في الوضعية اللي رانا، الخطيرة اللي رانا فيها، لازم الإجراءات الوقائية تكون صارمة، أي ارتداء القناع في كل الأماكن اللي فيها اكتظاظ، محل تجاري، السوق، أنا قلت لك الوسائل نتاع النقل بالنسبة للعمل، ومنع كل التجمعات نتاع الحفلات ونتاع منعها كلها، التباعد الجسدي وغسل اليدين، هذه ضرورية، وباش الهدف قلت لكم باش نوضع حد لسلسلة. وإن كان ربما قضية القناع الواقي دكتور يوسفي عندها جانب في الجزائر، أنه مثلا لما يكون هنالك أمرا ملزما بارتدائها تجد أن الجزائري أحيانا يضعها فقط على ذقنه ولا يغطي لا فمه ولا أنفه، يقول لك فقط باش يخلوني ندخل والله باش ما يفرضوش علي غرامة وخلاص، يعني وكأنه الجانب الصحي بعيد كل البعد. هذا بالطبع الأخ علي، احنا قلنا عدة مرات بهذا الدور التحسيسي، وقلنا باللي القناع إذا لم ما نديروش ويغطي الأنف والفم لا فائدة له، هذا من ناحية، وباش يحمي الإنسان نفسه وباش ثاني ما يعديش إذا كان عنده العدوى ما يعديش الناس الآخرين. هذا ولكن في كل بلدان موجود هذه الظاهرة، هنا يدخل الأمر نتاع الرقابة، نتاع الرقابة تدخل هنا هذاك المحل صاحب المحل تاع التجارة، هذا هو الدور تاعو، كيشوف ناس اللي يدخلوا عنده بالمحل والقناع ماهوش كما قالوا مرتدي بصفة كما قالوا قانونية وبصفة صحيحة، هو ينبه. بالنسبة للشرطي، بالنسبة في 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 وسائل النقل، إذا لازم دائما تكون الملاحظة وما يكونش جواز سفر
اذا تسمح لي اذا ندير العبره هذه باش ندخل برك المحل التجاري وباش نفوت امام الشرطي وباش ما يديرش غرامه، لازم تكون مراقبه، مراقبه صارمه. وقبل ما تكون مراقبه لازم المواطن يكون واعي باللي هذاك القناع اليوم كل شيء. نعم رأي اليوم في ولايه مستغانم ولي الولايه قام بقرار واتخذ قرار واجراء، قال لك البعض انه ممكن انه يتعمم، قال لك ممنوع على الموظفين في الاداره العموميه يروحوا يخدموا ويدخلوا الاماكن عملهم بدون اثبات التلقيح، ومنع دخول المساجد الا باثبات التلقيح. هل ترى هذا دكتور هذه الطريقه ستكون فعاله حتى نصل الى نسب التلقيح العاليه والمطلوبه؟ يا اخي هذه المبدا بالطبع الحل النهائي بالنسبه للقضاء والتحكم في الوباء كنشككوا بلاد العالم هو التلقيح، ولكن التلقيح ليكون على الاقل 70% فما اكثر مع السلالات المتحوره نلحقوا حتى 90% وباش نلحقوا المناعه الجماعيه. هذا مفروغ منه، هذا مبدا متفق عليه، والجواز كما يقولوا الصحي للباس سانيتير راه بدا العمل به في البلدان المتقدمه في التلقيح. الان المواطن من حقه في هذاك الوقت يطلب جاهزيه الجرعه بالنسبه للتلقيح. اذا كان الجرعه موجوده في حق الوالي، اذا كان يوفر الجرعه اللازمه بالنسبه لكل العاملين في اللي عنده في الولايه، ولا صاحب مصنع يوفر الجرعه اللازمه بالنسبه لتلقيح كل العمال تاعو، بالطبع عنده هذاك الحق باش هذاك الوقت يكون فيه كما عده بلدان فرض الجواز الصحي. نعم ربما دكتور حسب التوقيت الجديد للحجر الصحي في الولايات التي تعرف اكثر نسبه اصابه، ثلاث صلوات سيجبر المصلون على ادائها في منازلهم، بينما صلاتان فقط اقصد الظهر والعصر اللتان سيتمكن المصلون من تاديتها في المساجد. هل هذا ربما تمهيد لقرار اخر بغلق المساجد مره اخرى؟ يا اخويا هنا من الاخ علي ما شرح نتكهنوا على قرارات اخرى، ولكن ذكروا باللي في اوج الموجه الاولى كان غلق تام لكل المتاجر اللي غير اساسيه وللمساجد. ما ننساوش باللي المساجد فتحت ابتداء من 15 اوت وكان فيها مش كل الصلوات، وتدريجيا على اثر تحسن الوضعيه الوبائيه كان فيه هذا الفتح الشامل. وبالطبع المساجد اللي هي كل الاماكن اللي فيها يكون فيها اكتظاظ معنيه امام الارتفاع الرهيب لعدد الحالات، ونلاحظوا وقلناها عده مرات في الاخر، لاحظوا حتى فيه ثاني عزوف حتى في المساجد بالنسبة لتطبيق الإجراءات الوقائية، وشفناه أعطينا المثل منذ 15 أوت 2020 أعطينا المثل بالمساجد وشهور هي كانت مثل المثل، لكن للأسف المدة الأخيرة حتى في المساجد كان فيه تلاشي بالنسبة للإجراءات الوقائية. وتطبيق الإجراءات الوقائية يشمل كل الأماكن حتى أماكن العبادات اللي يكون فيها اكتظاظ، وإحنا ماذا بنا نرجعوا إلى فتح المسجد ويكون فيها كل الصلوات إذا كانت الحالة الوبائية تسمح بذلك. وبالنسبة للشواطئ وش تشوف دكتور؟ ربما ما كانش قرار خاص بها يعني في هذا البيان، لكن في انتظار ربما البيان التنفيذي الذي سيصدر عن الوزير الأول. أخي علي كل ما هو وعدنا نقول عدمار كل الوضعية اللي يكون فيها زحمة ويكون فيه تجمعات خاصة في الأماكن اللي تكون ضيقة والأماكن اللي تكون مغلقة، هذه لازم ضروري إجراءات الوقاية تكون صارمة ولا تكون حتى المنع تاعها. مثلا تقولي في الشواطئ، إذا كان زحمة في الشواطئ وكان الناس كما يقولوا ملتصقين واحد بالواحد، أنا ولينا نفصل حتى رانا في كما يقولوا في الهواء الطلق، وهذا الشيء نعم. فتنا فيه كما عشناه العام الماضي وعاشوه عدة بلدان. نعم. إذا كان
الامر كما يقولوا الوباء في كما يقولوا في ذروه حتى ممكن نلحقوه حتى المنع الشواطئ. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد يوسفي رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، كنت ضيفنا في الجزء الأول. بعد الفاصل إن شاء الله سنواصل الحديث حول هذه الإجراءات طبعا التي تحدثنا فيها مع الدكتور محمد يوسفي، ونمضي للحديث حول قضية التزويد بالأكسجين في المؤسسات الاستشفائية وكيف سيتم تسييرها طبعا مع قرارات أخرى ونقاط أخرى في هذا القرار في هذا البيان لمجلس الوزراء المتعلقة أيضا بكورونا وبالوضع الوبائية. فاصل ثم نواصل مشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في استوديو الجزائر. طبعا موضوعنا اليوم هو بيان مجلس الوزراء الذي تم اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثم بعد ذلك جاء بيان من الوزارة الأولى الذي وضع الأطر التنفيذية لما وجه به الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء، حيث الوزارة الأولى أكدت في بيانها يكيف إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الاثنين 26 من جويلية 2021، أي ابتداء من يوم غد. الوزارة الأولى أضافت يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم الموالي في 35 ولاية. الولايات المعنية هي كالتالي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قلمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تيندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوقهراس، تيبازا، نعامة، عين تموشنت، غليزان، وولاد جلال. وأضاف بيان الوزارة الأولى تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. وأضاف البيان يتعلق الأمر في مرحلة أولى بالنشاطات الآتية، يعني النشاطات التي سيتم شملها في إطار هذه الإجراءات الحجر الصحي، وهي أسواق بيع السيارات المستعملة، القاعات الرياضية والمتعددة الرياضات، ودور الشباب والمراكز الثقافية. وأضاف البيان الوزارة الأولى تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة فقط على المحمول، يعني لا تقدم خدماتها داخل فضاءاتها، يعني فقط عبر خدمة المحمول، يعني كل واحد يقتني ما يقتني ويغادر. الوزارة الأولى أضافت غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، هذا أمر قد حسمت فيه الوزارة الأولى. وأضاف البيان تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها عبر كامل التراب الوطني، هذه ليست فقط مقتصرة على الولايات المعنية بالحجر بل هي عبر كل التراب الوطني، منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها عبر التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. وأضاف البيان السحب النهائي لرخصة مزاولة نشاط لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول، يعني من يغامر ويفتح نشاطاته بخصوص هذه قاعات الحفلات سيتم السحب النهائي يعني سجل نشاطه. وأضاف بيان الوزارة الأولى تكلف المصالح الأمنية بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير المقررة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتفادي انتشار العدوى. وأضاف بيان الوزارة الأولى آليات الرقابة والعقوبات التي يمليها تطور الوضع الوبائي والميل إلى التراخي الملحوظ لدى العديد من المواطنين ستطبق بكل صرامة عند تسجيل عدم الامتثال لتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء كورونا كوفيد-19 والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. هذا أهم ما جاء في بيان الوزارة الأولى، وأذكر أن البيان التنفيذي أو القرار التنفيذي لأهم ما جاء من تعليمات الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء حتى نتحدث حول هذه النقاط وهي نقاط مهمة جدا. معنا عبر الهاتف البروفيسور عبد الرزاق بو عمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي. مساء الخير بروفيسور. مساء
مساء النور الأخ علي، شكرا على الاستضافة. أهلا بروفيسور. إذن بعد الارتفاع في عدد الحالات جاءت الإجراءات الوقائية، جاءت ردة الفعل المطلوبة اليوم، حجر صحي جزئي يمدد لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الاثنين 26 جويلية 2021 في 35 ولاية، ونشاطات عرفت تعليقا ونشاطات أخرى عرفت تحديدا لنشاطاتها. لا، هو القرار أظن أنه ذا أهمية كبيرة. القرار جاء لأنه في حالات كثيرة الآن تسجل، كان لازم يكون فيه قرار، كان لازم يكون حجر. لماذا الحجر؟ لأنه احنا الاستراتيجية تاعنا صح مبنية على الفاكسيناسيون ولا التلقيح، لكن لحد الآن ما عندناش أنطو اللي خلينا يكونترولو ليبيديمي، إلا كان لازم تضاف على هذه الاستراتيجية المبنية على اللقاح، كان لازم نزيدوا فيها استراتيجية لتبنى على الاحترازات الوقائية. نعرفوا أن في احترازات وقائية فردية اللي كنا عارفوها، لكن لما تكون لا كونتاميناسيون والعدد كثير بهذه الحالات كان لازم يجي فيه احترازات جماعية. أظن هذه الاحترازات الجماعية اللي راك ذكرتها تناولت عدة نقاط، وكل هذه النقاط تدخل في باب وهو الباب الحفاظ على صحة المواطن. القرار الأول اللي كان مثلا الحجر في المنزل ابتداء، أو الحجر الجزئي في المنزل ابتداء من الثامنة، كلنا نعرف أنه في مرحلة الصيف، حنا في مرحلة الصيف فيه تجمعات كثير بعد الثامنة. أظن أن الحجر هذا راح ينقص الاختلاط الكثير اللي يصرى في الليل والتجمعات الكثيرة اللي تصرى في الليل، وراح يقدر ينقص لنا في العدد تاع الناس اللي يقدروا يمرضوا. نعم. النقطة الثانية وكذلك اللي كانت مهمة، وهو كنا لاحظنا أنه مثلا النقل كان لازم يكون فيه احتراز في هذا الباب. كنا نشوف الحفلات، والحفلات الكثيرة واللي تجمع العدد الكثير من المواطنين، واللي هي بدورة تخارح تكون وراء تنقل المرض وظهور عدد كثيرة من المرض، كان لازم يكون فيه قرار، وكان قرار قوي. أنه كنت ذكرت أننا الناس اللي ما يحترموش هذا القرار تسحب منه الرخصة نهائيا، وهذا مهم جدا. إذا القرارات في مجملها تعمل على باش نقصوا التجمعات، وين يكون فيه تجمع ولا انيسباس ولا، واللي في الحقيقة ماهوش نيسيسير للمواطن. لما نقصوا تجمع مثلا الحفلة ولا يفات، هذا ماهوش لازم يكون، لازم المواطن يديرو كل هذه القرارات، لكن الهدف تاعها راح يكون ان اوبجيكتيف جد 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 جيد باش نقص الحالات اللي راهي تسجل يوميا. نعم، ربما بروفيسور بوعمرة حتى ان المواطن اليوم باش يعرف انه مثل هذه القرارات ومثل هذه التحديدات في اطار نشاطاته وحريته جاء بعد ان انذرتنا الكورونا وانذرنا الوباء بانه قادم بقوه بشكل ربما رهيب واكثر شراسه من اي وقت مضى، وبالتالي هذه الاجراءات في هذا التوقيت بالذات مطلوبه ومطلوبه ومطلوبه جدا حتى نتجنب الأسوأ. هي القرار ما دمنا رانا نعرفوا انه الان الفاريولا المتبدل وهذا المتغير دلتا ليعطي انتشار رهيب لعدد كثير. كنا نقولوا مثلا في المرحلة الأولى ولا في المتبدل اللي قبل 1 لـ3، هذا راه ينتشر من 1 إلى 6، حكاين دراسات تقول 1 إلى حتى 8. إذا حتى واحد مريض وحده يقدر يعطي كل العائلة تاعه، فما بالك لما يكون يختلط بعدد أكثر في الخارج. هو في قضية التجمعات العائلية بروفيسور فيها نقطة، أنها القرارات اللي قريتها قبل هذا كانت متعلقة حصرا بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الصحي، بينما قرار تمديد إجراءات منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها وحفلات الزواج والختان عبر كامل التراب الوطني. يعني هذه وطنية وليست فقط في هذه الولايات 35. لا، هو نعرف أن المرض ينتقل بسرعة، المرض ينتقل من ولاية إلى ولاية. إذا كانت فيها تجمعات بالطريقة هذه، وكانت عائلات تنتقل من ولاية إلى ولاية، وراح تدخل وراح تروح وين كاين تجمع، إذا هذه العائلة راح تكون هي السبب في تنقل المرض.
وبهذه الطريقة حتى الولاية اللي ما تكونش فيها ما فيها عدوى يقدروا ينقلوا هذا المرض، وبهذه الطريقة حتى هذه الولاية راح تكون عرضة باش يكون فيها بؤرة، وهذا الانتشار معروف في الكوفيد. إذا هو قرار جد صائب جد حكيم في المرحلة الخاصة في المرحلة اللي رانا فيها. نعم، نبقاو تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، يعني النقل الحضري وعبر السكك الحديدية أيام النشاط أسبوعية مسموح، لكن في عطلة نهاية الأسبوع وين ما يكونش مطلوب وإلزامي ممنوع وهو معلق. اي احنا من النصائح حتى نقدموها للمواطن الان، نقولوا له اذا كان ما عندكش واش تدير برا ما تخرجش. اذا فما بالك الانسان اللي ينتقل من ولايه الى ولايه ولا ينتقل من منطقه الى منطقه خاصه في ايام الراحه. اذا هذه طريقه من اللي تحديد باش نقصوا ونحدوا الانتقال تاع هذو الناس، لهذو الناس يقدروا يكونوا مرضى حتى وكاين لي فورم حتى وما يكونش معروف هو. يقدر ينتقل في الويكند لمنطقة أخرى ويقدر يكون هو السبب في انتقال العدوى إلى منطقة أخرى. وهذه الطريقة إذا قدرنا نطبقوه إن شاء الله نطبقوه بطريقة حازمة، لأنه مهم جدا خاصة في المرحلة اللي رانا فيها، راح نقصوا انتقال المرض. وإذا نقصنا انتقال المرض خاصة الولايات ولا الأماكن اللي مازال ما فيها المرض، نقدروا بهذه الطريقه نتحكموا في الملاحظ ايضا ربما في البيان الملاحظ ايضا في البيان بروفيسور بوعمره ان المساجد معفات. طبعا المساجد في الولايات 35 المعنيه راح يكون فيه 3 صلوات مسموح تاديتها في المساجد، طبعا لانه عفوا غير مسموح لانها تحت يعني المده الزمنيه للحجر الصحي فتره الحجر، بينما صلاتي الظهر والعصر فيمكن اداؤها منطقيا لانها خارج اوقات الحجر الصحي. في رايك هذا الاعفاء الجزئي للمساجد ما رسالته وما خلفيته؟ رانا في تطبيق القرار، لا شك هو قرار، هو الحجر الجزئي ما فيش حجر كلي. اذا فيه 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 احترازات وقائيه جماعيه ماهيش كليه. اذا المساجد واش نطلبوا منها، وهذا مهم جدا، كانت كل مره المساجد كانت طبقت الاحتراز ولا البروتوكول الصحي بطريقه جيده. إذا في المرحلة هذه اللي رانا عايشينها نطلبوا من المصلين يؤدوا الصلاة تاعهم، لكن دائما مع تطبيق البروتوكول الصحي بطريقة أكثر صرامة، خاصة واللي علاش نقولوا أكثر صرامة؟ لأنه المرحلة اللي رانا فيها هي مرحلة تعدد اللي نسجلوا فيها عدد كبير، ما يلزمش تكون مساجد هي وراء البؤر، ولكن هي وراء باش نسونسيبيليزي يكون المسجد كطريقه بها نوصلوا الميساج تاعنا الى المصلين باش يحترموا هذه الاحترازات. نعم، بالنسبه لنشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات بيع الاكل السريع وفضاءات بيع المثلجات يجعلها مقتصره فقط على المحمول، يعني اشري وخذ سلعتك وغادر، لا توجد خدمات داخل هذه الفضاءات. ما هو قرار جد صائب. الان اذا كان مكان الاكل ولا مكان القهوه باش نقعد فيه باش نكون انايا وراء راح لي راح لعبي ولا راح نمرض عن طريق انسان اخر من هذا الباب، لما تكون لا كونتاميناسيون بالقوه هذه من الاحسن انه كل انسان ياخذ الماكول تاعو يشري واش يسحق وينصرف. وهذه الطريقه نقول تحكمنا في هذه التجمعات، وهي في الحقيقه التجمعات اللي بدون فائده في المرحلة هذه. لا كنا نروحوا فور اكزومبل باش نقعد في مقهى من اجل القعود ونكون انا نسبب في الحالة في زيادة الحالات، من الاحسن انه ما نروحش. وهذه الطريقة المثلى باش نقص التجمعات خاصة في الاماكن في الحقيقة اللي ما عندهاش ماهيش نيسيسير للمجتمع ولا للشخص. وبالنسبة لغلق فضاءات التسلية الترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية، طبعا خصوصا الشواطئ، خليني الآن ربما راني نقرأ ونخير في الولايات الساحلية، عندنا بجاية، عندنا تلمسان، عندنا تيزي وزو الجزائر العاصمة، جيجل، عندنا مستغانم،
عندنا وهران، بومرداس، تيبازا، وعين تيموشنت. هذه حوالي 7 إلى 8 ولايات يعني معنية، وهي ولايات ساحلية كبرى، خصوصا أنه الشواطئ أيضا عرفت يا بروفيسور منطقة تجمعات كبرى، يعني زحام وازدحام كبير في الشواطئ. نعم، المشكل في هذه الولايات خاصة هو الانتقال تاع الأشخاص من مدينة إلى مدينة. شفنا مثلا شواطئ تيبازا كل فيه انتقال كثير من الجزائر العاصمة مثلا، من البليدة، من المناطق أخرى مجاورة عند دفلة شلف إلى تيبازا، وحنا كنا أنه الانتقال هو يمثل في المرحلة اللي رانا فيها خطر، لأنه نعرفه وش معناتها انتقال بؤرة إلى بؤرة عن طريق الأشخاص. بهذه الطريقة القرار جد صائب، حتى كان صائب باش نقصوا الانتقال وهو مهم جدا، وكان صائب حتى نحدوا النشاطات في هذه المناطق اللي تعرف كذلك انتشار رهيب للكوفيد. ربما من حيث هذه الشواطئ أنا يتبادر في ذهني واحد المقطع شاهدته في مواقع التواصل الاجتماعي، شخص يتحدث ويبدو أنه طبيب أو عامل في قطاع الصحة، وهو يدخل إلى ولاية تيبازا يعني حيث تشتغلون يا بروفيسور، وهو يرى الازدحام الكبير والعدد الكبير الأشخاص الذين كانوا في البحر، وهو عائد مرهق متعب قلق جد مجهد جراء العمل وجراء ضغط الكوفيد، ويشاهد هذه الأعداد الكبيرة ويتحدث بلغة غاضبة جدا حول هذه الممارسات، يقول كيف احنا رانا نتعبوا، احنا عندنا ساعات عندنا شهور ما شفناش العائلات وما عشناش حياة طبيعية، والناس هنا راهي في هذا الاكتظاظ الكبير، راهي عادي جدا وتروح للشواطئ جدا ومش سامعة خلاص بخطر هذا الوباء. هذا والله العظيم الأخ علي انت عبرت تعبير جيد، فمن مرات نقولوا هذو الناس ما همش عايشين معنا في الواقع. في الحقيقة لما تدخل المستشفى ولما تخرج من المستشفى وتشوف واقع وانت تعرف، وخاصة انك تخاف على المواطن وعلى الإنسان المواطن تاعك، وتعرف واش هما لي كونسيكونس تاع هذو واش راهم يعملوا، لانها تسكناتيلا لانكونسيونس. لما الانسان يعمل شيء وهو يعرف واش يقدر يتسبب ولا واش يقدر هو يطرى له، هو شيء اللي يقدر يضره ويقدر يضر المجتمع تاعو، يقدر يضر العائله تاعو. وحنا من هذا الباب نتاعك نقول للمواطن الجزائري خاصة في المرحلة هذه، لأنه القرار جاء في مرحلة وين لازم يكون فيه قرار وين لازم فيه يكون تطبيقها، أنه كل هذه القرارات كل هذه الأشياء اللي ما تساعدش باش نكونتروليه وباش نتحكمه في هذا في هذه الموجة لازم، وماهيش نيسيسار، لا ما خرجتش ولا ما رحتش للبحر ولا نقصت الخروج نتاعي ولا ما دخلتش المقهى ولا ما دخلتش الى مطعم، كل هذه الاشياء اللي عندنا الوقت نديروها من بعد، لكن صحيح. في الوقت الحالي اللي رانا عايشينه اظن انه لازم ياخذها بوعي، وبوعي اللي يخلينا اللي يساعدنا ويساعد الاطقم الطبيه، وحنا نعرفوا ان الوباء ما نقضيوش عليه في المستشفى، ولكن الوباء نقضيو عليه بالكومبورتومو تاع الانسان. صحيح. صحيح، لانه العدد الاختلاط وكل هذا الكومبورتمون تاع المواطن راح يساعد على انتشار الوباء، ولما نقول يساعد على انتشار الوباء راح يزيد في توافد المرضى الى المستشفيات. لأن اليوم يا بروفيسور ما عادش هذا الكورونا رانا نشوفوا فيه عن بعد، في جميع الاحياء في جميع العائلات هنالك اصابات، هناك وفيات أصبحنا نسمع عنها غريبة، لم تعد تلك الأرقام اليومية التي تنشرها وزارة الصحة وتعلن عن مجموعة من الأرقام، بل أصبحنا نعرف اليوم مثلا فقط ودعنا الإعلامي العزيز كريم بوسالم الذي يعرفه جميع الجزائريين، قبل أيام فقط يعني المرحوم كان يعيش حياته العادية وكان يترحم على باقي المتوفين جراء هذا الفيروس، اليوم مسكين راه في قبره جراء الإصابة، وفي هذا رسالة كبيرة نتمنى الجميع أنه يعرفها مليح ويحفظها مليح قبل فوات الأوان. لا والله أنا جد متأثر بالصحفي القامة من قناة الصحافة الجزائرية، كنت كل مرة نشاهد الحصة تاعه
ذات 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 كبير كبير جدا وقام من الصحافة. والله تأثرت كثير الأخ علي لما سمحت الخبر، إن شاء الله يصبر الأهل تاعو. ولكن هو كذلك نقول للناس أنه كل مواطن يقدر يمرض، يقدر يتعرض لهذا الشيء. لازم ناخذ الحذر تاعنا، لازمنا هذه القرارات اللي جات اليوم هي في الحقيقة قرارات لتحمي المواطن، باش الإنسان يقول غلقوا عليا ولا غلقوا الحرية تاعي. بالعكس، هي حماية للمواطن، هي حماية للعائلة تاعو، هي حماية للمجتمع، لأن الاحترازات الجماعية هذه لتوشي المجتمع هي في الحقيقة حماية للصحة العمومية، والصحة العمومية هي لتوشي كل المواطنين. أشكرك جزيل الشكر. القرارات جد حكيمة، قرارات في وقتها ولازم نطبقوها إن شاء الله. ولازم لكن المواطن لازم يعتري، لأنه الكوفيد ماتنو كما كنت تشرفت ماشي عدد ولكن كل واحد من العائلة راهي حياة وراهي قصة وراهي كل شيء. نعم، لمرض الكوفيد. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور عبد الرزاق بو عمرة المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، كنت معنا عبر الهاتف حتى نعلق على هذه الإجراءات التنفيذية التي أعلنت عنها الوزارة الأولى في بيانها الذي صدر مساء هذا اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء. طبعا بين هموم الكورونا وقلق الكورونا تبقى أيضا هوامش للفرح وهوامش للتهنئة. طبعا زميلة مريم رزاق تهدي تحياتها وإهدائها لابن حشلاف فاطمة بمناسبة حصولها على شهادة البكالوريا وهي من بلدية الصبحة، ولي تشلف كل التهاني لها ولجميع الناجحين في هذا الامتحان. أشكركم مشاهدين على كرم المتابعة، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.